وتتوالى الرسائل من قلب المملكة. معا نحفظ الأمن القومي العربي والخليجي والإسلامي، قادرون على لم الشمل وتوحيد الكلمة. فعلى مرمى ساعات من قمة القدس والعمل على تحصين الأمن العربي بمنهجية واضحة وأسس متينة، جاء اختتام فعاليات مناورات درع الخليج المشترك واحد في مدينة الجبيل الصناعية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبحضور قادة الدول المشاركة، ليؤكد حرص القيادة على تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه مصلحتها وخير شعوبها. ورسالة خادم الحرمين الشريفين قوة وقدرة وعمل منسق لمواجهة التهديدات والتحديات، فاطمئنوا. والتفاصيل تمرين درع الخليج المشترك واحد تؤكد قوة الرسالة، فقد امتد لمدة شهر كامل، كما يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث شاركت به 24 دولة، منها 4 تصنف ضمن أقوى 10 جيوش في العالم. كما أن نوعية العتاد العسكري المتطورة والتقنيات الأحدث في النظم العسكرية في العالم جعلته الأقوى من نوعه. فالمملكة المدركة لحجم المخاطر والتحديات تقود دفة التحولات الاستراتيجية. وقد أدركت المملكة العربية السعودية تحولات البيئة الاستراتيجية ونوايا الأعداء، فتصدت لذلك بحزم وقادت تحالفا عسكريا لإعادة الشرعية لليمن الشقيق والتصدي للأنشطة الهدامة التي تقودها قوى الشر والظلام لاختطافه وجعله جزءا من أحلامهم. وشكلت تحالفا عسكريا إسلاميا لمكافحة الإرهاب ومركزا للحرب الفكرية، وأسست لمبادئ أصبحت عالمية لمكافحة الإرهاب ترتكز على محاربته فكريا وماليا وإعلاميا وعسكريا. كما أن تنوع القوات المشاركة في التمرين من قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي وقوات خاصة، وما أظهرته من قدرة كبيرة على التنسيق، أكد جاهزيتها الفائقة للعمل ضمن أي قوة مستقبلية تشكلها المنطقة لردع أي تهديد. ومجددا رسالة المملكة وأشقائها واضحة: سلام للأصدقاء وردع للأعداء، ولا تنازل عن معركة المصير الواحد.